نرحب فيكم مشاهدينا من جديد. حلو غادة لما تلقى عندك مثال يحتذى فيه في وطنك من ناس يأخذون على عاتقهم قضية معينة ويزرعون الآمال والأمل الآمال والأمل نحو هذه القضية. ضيفتنا اليوم تبارك الرحمن خذت على عاتقها أن يكون عندها الآمال والطموحات والأمل في إيجاد حل واحتواء للموضوع اللي بنحكي فيه. خلونا نرحب بالعزيزة والغالية الأستاذة أمال الساير، رئيس الجمعية الكويتية لاختلافات التعليم. ساعة المباركة يا مبارك. الله يسلمك، ساعتك أبرك. شكرا نادر، شكرا. يا هلا مرحبا، نورتينا. سعيدة بوجودي معاكم وأشكركم على هذه الدعوة الكريمة. شرفتنا ومنورتنا. يعني احنا دائما نتكلم عن موضوع صعوبات التعلم بشكل يعني مثل ما نقول دائما عندنا بليالي الكويت، حضرتك تشرفينا، مسؤولين عندكم ايضا ينورونا داخل الاستوديو، لان احنا محتاجين ايضا إضاءة على موضوع صعوبات التعلم. ما زال هناك أولياء أمور يحاولون أن هم يتغافلون عن عمد أو عن غير عمد عن موضوع صعوبات التعلم الخاصة بأبنائهم. ففي البداية شنو ممكن تعرفين لنا باختصار شديد جدا موضوع صعوبات التعلم؟ إن شاء الله. بداية أنا بعد إذنكم أحب أتقدم لإخواني وأبنائي من المعلمين والمعلمات الأفاضل من فلسطين في دولة الكويت اللي فقدوا أهل وفقدوا أقرباء وأصدقاء، أحب أتقدم لهم بالتعزية. بارك الله. نسأل الله أن يعظم أجرهم وأن يجبر كسرهم ويشافي مصابينهم ومرضاهم. اللهم آمين رب العالمين. بارك الله فيك. بالنسبة للحديث اليوم عن اختلافات التعلم، الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم كالد تعنى بالأشخاص اللي عندهم صعوبات في التعلم وعندهم اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط. احنا طول العام الدراسي نركز على كل الاختلافات التعلم، لكن في شهر أكتوبر تحديدا دائما نطلق حملة للتوعية بالاضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط اللي هو ADHD، لأن العالم كله يهتم فيه في هذاك الوقت. طبعا مثل ما قالت اختي غادة، هناك ربط وهناك احنا نعتبرها توأمة بين صعوبات التعلم واضطراب الـ ADHD، لأن تقريبا أرقام تقول لنا 40% من الأشخاص اللي عندهم ADHD عندهم صعوبة تعلم أو أكثر، مما يجعل التحدي أيضا أكبر في حياتهم. وطبعا بالنسبة للـ ADHD تحديدا، مدام احنا في شهر التوعية عنه، هو معروف اضطراب عصبي نمائي أسباب جينية، ليس للتربية دور فيه إطلاقا، وليس لرغبة هذا الشخص أن يتصرف بشكل معين، هو لا يملك السيطرة على هذه الأمور. الأعراض تقريبا تطلع وتبين غصبا عليه. علشان كذي إحنا نقول يجب أن نفهم ونتعرف على هذا الاضطراب ونوعي وننصح الأسرة بطريقة التعامل معه، خاصة لما نعرف أنهم حسب الإحصاء العالمي أن أعدادهم كبيرة. صح. تصل من 10 إلى 20% في مشاهير المؤسسات كثر التعليمية يعني في العالم. نعم. من مشاهير العالم كثير منهم كان يعاني من طبعًا صعوبات التعلم طبعًا والاختلافات هذه. نبي نقول يعني أن وجود هذه المشكلات مو معناته أن الولد أو الطفل فاشل دراسيا أبداً، أو أنه ما راح يكون له مستقبل. أبداً. فيهم ناس ناجحين مثل ما تفضلت أختي غادة، فيهم ناس ناجحين ومتفوقين لأنهم ما شاء الله يملكون تكون مميزات كبيرة من ناحية القدرة على الابتكار وقدرة على وعندهم مواهب متعددة، عشان شيء مهم إن احنا نعرفها. لكن هم إذا بنتكلم بأمانة وصدق عن الـ ADHD، لا يجب أن نغفل عن قصور الوظائف التنفيذية. صحيح. اللي هو Executive Function Disorder. كل العلماء اللي يتعاملون مع هذا الاضطراب يأكدون على أهمية الانتباه لهذه القصور في هذه الوظائف، لأهميتها. هذه الوظائف هي تقدم لنا، هي عبارة عن مهارات عقلية معرفية تتبع خطوات معينة عشان نوصل لهدفنا في الحياة. بدون ما نعرفها أو لما يكون في قصور فيها تأثر بشكل كبير على حياتنا. هذه المهارات هي الذاكرة العاملة. حلو. اللي نستخدمها بشكل يومي، شنو بنسوي بعد شوية، شنو برنامجنا، شنو ترتيب يومنا،
بالإضافة إلى المرونة في التفكير، لما أواجه مشكلة شلون أنا أغير طريقة تفكيري وأتوجه لمخارج أخرى. أيضا عملية ضبط النفس، صح، علشان كذي يعني الأشخاص اللي عندهم ADHD يتعرضون لمشاكل كثيرة، مهاراتهم الاجتماعية تصير شوية منقوصة لأن التعامل مع الناس شوية ما يكون، ما يقدرون يمسكون انفعالاتهم لسبب بسيط ممكن يستثارون. والتأثير كبير يبين بشدة وبقوة لما تصير الوظائف التنفيذية هذه فيها قصور، راح تلاقي الخلل وين والنتيجة وين، تظهر على التركيز، تظهر على اتباع التعليمات والتوجيهات، سواء جاية من ولي الأمر، سواء جاية من المعلم، عنده قصور فيها، بالإضافة إلى قدرته على التنظيم وقدرته على التركيز تكاد تكون مختفية. ما تشوفهم يمسون أغراضهم وايد، تضيع منهم موبايلاتهم، 100 مرة يطلعون بدل فاقد بطاقة مدنية، بالإضافة إلى أعراض أخرى. أو عفوا بكمل، بس أكمل لك شنو الأثر اللي يصير. حتى يكون عنده مشكلة في إدارة الوقت، أغلبهم تطير عن الطيارة أكثر من مرة في حياته، يوصل لها المرحلة. طبعا لأن هذه كلها النتائج اللي تصير كونه هو عنده قصور في الوظائف التنفيذية. كل هذه الملكات أو المهارات تتأثر وتسبب له هذه الأعراض، بالإضافة إلى أنه يكون ما عنده قدرة مثل ما قلنا قبل شوي في السيطرة على مشاعره، انفعالاته أقل، سبب ممكن يستثار، ممكن شيء بسيط كلمة صغيرة ممكن توصل إلى مرحلة من الغضب والانفعال أو الخوف. طب هل هذا يقلب عنف؟ نعم. ولا ما له علاقة بالعنف؟ ممكن في الحالات الشديدة يتحول إلى عنف. وأيضا طبعا ختاما للأعراض اللي تبين بسبب قصور الوظائف التنفيذية، يبين أيضا عندهم ضعف في حل المشكلات. يعني إذا وقع في مشكلة ممكن يروح يسوي شيء ثاني، يغرس نفسه في المشكلة أكثر بدون ما يلجأ إنه يطلع هل اللي منها. قاعد تقولين السادة أمال يخلينا نعلق الجرس. أحسنت. وأنا قريت الزود عن الموضوع، ما بأخرع أولياء الأمور، البعض إذا ما صار عندك توعية وكشفت عن الموضوع مبكر، قد وحط تحت كلمة قد ثلاث خطوط حمر، ممكن يكون الأمر نهايته إما السجن أو يتعاطى أو مستشفى الطب النفسي. هني خليني أسأل السؤال المباشر علشان أنا أقدر، ولي الأمر يتابعني، ولي الأمر يتابعني السادة أمال، شلون أقدر أكتشف هذا الأمر مبكر؟ شلون أقدر أشخص الحالة وأعرف أن هذا الفرط الحركي أو السلوك اللي قاعد يستثار طبيعي أو مو طبيعي؟ شلون أقدر أنا أكتشف هذا الأمر من البداية؟ شوف، بداية في ناس كثير ترى معهم ADHD ومتعايشين معه لما تكون الأعراض بسيطة، خاصة إحنا يعني ما أثرنا نقطة مهمة أيضا ليسمعون الجمهور، إنه أنواع ADHD أنواع، ممكن يكون على شكل تشتت انتباه وهذا يأثر في الغالب على الدراسة وعلى العمل، ممكن يكون تشتت انتباه وفرط نشاط وهذا شوية تزيد الشيلة من صح. من التحديات، ممكن يكون فرط حركة. فرط حركة في الغالب يستخدم لصالح الشخص، يعني يكون عنده نشاط أكثر من الآخرين، يكون عنده قدرة يشتغل ساعات طويلة ما يقدرون الآخرين يجارونه، يعني في خط ما بين التحديات وما بين المميزات اللي تميز هذا الشخص، ويرجع الأمر في الدرجة الأولى لحدة الاضطراب. علشان كذي مثل ما تفضلت خنادر، إن بالتشخيص يقدر يعرف ولي الأمر شنو بالضبط عند ابنه، أي نوع أو بنته، شنو أي نوع من هذا الاضطراب. ثاني شيء شنو شدته عليه. طبعا اللي يخلي ولي الأمر يلجأ للاختبار أو للتشخيص لما يشوف الأعراض شديدة، بلى، ومتعبة هذا الولد أو البنت، متعبة الأسرة، المدرسة تشتكي، هني بتبدون ينتبهون أن في خلل. ولا في البداية طبعا يسمعون اسطوانات وايد من الأهل باليمعات، أنتم خربين ولدكم ما فيه إلا الدلع، صح، أي ما يحترمنا، ما يسلم عدل، ما يسو، يعني كثير من المسميات، غبي، كل الأسماء تطلق على هذا الطفل مع الأسف أو الطالب. هذا الحكي اللي قاعد نشوفه او هذا الحكي اللي قاعد نقوله، انا سؤالي متى اقدر مبارك اقول هذا الطفل قد يعاني التركيز؟ يعني هل في اختبار معين انا اقدر اجريه معاه؟ طبعا التشتيت،
او التشتت او الفرط الحركي، يقول لك الياهل طبيعته حركي، هو شلون انا اصبغ عليه الصبغه انه هو في يعاني من هذا الخلل او مثل ما قلنا لما الاعراض تكون شديده بدليل انها تاثر على انه يعيش حياته بسلام او يعيش حياته وعلاقاته الاجتماعيه تسير بهدوء بدون ما يصير ستريس على الاسره، بدون ما يصير، بس من يبتدي يصير ضغوط على الاسره وضغوط على الطالب نفسه، يبتدي ينعزل، يبتدي يصير عنده عدم ثقه بنفسه، ما عنده اصدقاء، ما ينعزم على حفل على العيد الميلاد. متى يبين استاذ امل؟ يبين متى يبين؟ باي عمر؟ في عمر مبكر جدا. متى؟ عمر 3 سنوات ممكن يبين على 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 الشخص. بس 3 سنوات صعب ان انا كولية امر اقدر احدد، يعني لازم اودي المختصين، لكن يعني متى ابدا اشك ان الولد هذا لا مو بس انه ماكل شوجر وايد ولا بس انه انا اقول لك تنشن شويه؟ حتى الاخصائيين يشترطون، وهذه تساعد، سؤالك مهم غاده، حتى الاخصائيين يشترطون ان الاعراض يجب ان تستمر لمده لا تقل عن 6 شهور وفي مكانين على الاقل، يعني تكون الاعراض واضحه في المدرسه واضحه في البيت، مو بس والله يطلع هذا النشاط او هذه الاعراض تطلع والله بالويكند ولا ما يلعب ويتشطن ولا يتعافر ويا عيال عمه ولا عيال خاله، لا تطلع 24 ساعه مده مستمره على مدى لا يقل عن 6 شهور في اكثر من مكان. اي وعلى اثره وعلى اخوانه، ياثر على اخوانه طبعاً. صح، يعني ممكن الام تكون لازم تتابع عدل. لكن هل التقويم مجرد تقويم سلوكيات ولا هناك ادويه معينه خصوصا خلل جيني؟ بالنسبه للعلاج للعلاج بالنسبه للعلاج العلاج متنوع، وايضا مثل ما نرجع ونقول هذا يوصف فيه الطبيب المشخص، سواء الطبيب النفسي السايكولوجي التربوي هو اللي يقدر يشخص وضع هذا الطالب، اختصاصي الطب التطوري يقدر يشخص حالة هذا الطالب ويحدد شدة الأعراض، يحدد إذا يحتاج دواء. الأدوية أنواع، في دواء ثربي علاج نفسي، في علاج باللعب يساعد الطفل انه يسيطر على الانفعالات، يساعده انه يقوي مهارات من الخوف ومن القلق، بالاضافه الى العلاج مثل ما قلنا الدوائي والنفسي والعلاج باللعب. هذه كلها احيانا اضطر ولي الامر انه يستعين فيها كل الادويه مع بعض وهذا الافضل. لكن يمكن ولي الامر يشوف ان الحاله ما تستدعي بالضبط. حتى الدكتور ممكن يقول ابنك ما يحتاج دواء، بس تسوي هالبرامج النفسيه والعلاج باللعب هذه كافيه حقه، لكن في بعض الحالات يضطر لاستخدام الدواء، وانا انصح اولياء الامور لا تتخوفوا من الدواء. نسبه الشفاء مبارك من هذا الامر بعد ما ياخذ الدواء او بعد ما يحتوى ويتم يعني خلق للبيئه، نسبه الشفاء من وراء هذا الموضوع؟ يعتمد شنو ترجمتنا أو شنو تفسيرنا للشفاء. هل نقصد بالشفاء إنه يتكيف ويتعالج ويتعلم استراتيجيات يتعايش مع هذا التحدي وهذا الاضطراب مثلا، وأهله كذلك يعرفون شنو يتعاملون مع الأشياء الأعراض اللي يمر فيها، أو الشفاء بمعنى إنه هو تختفي الأعراض شفاء كامل؟ ما في، لأن مثل نرجع ونقول اضطراب جيني يعيش مع الإنسان طول حياته، بالدليل أن الدراسات الحديثة قاعدة الآن تقدم برامج للكبار اللي عندهم ADHD شلون يتعايشون معه، يتعايشون معه في علاقاتهم الزوجية، يتعايشون معه في مكان العمل، في بعضهم يغير وظيفة 4-5 مرات، تفكك الأسرة يتأثر جداً بهذا الاضطراب، بالإضافة إلى أن كونه يتعايش مع الإنسان أو يستمر مع الإنسان طول حياته فقط هو يتعلم استراتيجيات التعايش معه، لكن أنه يشفى تماما منه لا. هو يدرك اللي قاعد يصير فيه استاذ امان؟ هو مدرك ان انا عندي فرط حركي او شيء، عنده ادراك بالاحساس هذا؟ بس يعتمد على العمر، يعني الصغار مثلا ما راح يفهم عليك لما تقول له اضطراب، لكن يبتدي يكبر وقبل لا يدخل سن المراهقة، لأن في سن المراهقة تتفاقم الحالة مع تغيير الهرمونات في جسم الشخص، لما يكون صغير حلو إن يعني قبل المراهقة حلو إن الأم أو الأب يقعدون يقرون لابنهم أو بنتهم عن هذا الاضطراب، أبسط شيء بداية يقولوا له عن أعداد الناس اللي في الدنيا اللي عندهم هذا الاضطراب، يعني أنت مو بروحك، حتى إحنا الآن اسم الحملة اللي مطلقينها
العام الماضي والسنة في أكتوبر اسمها أنت لست وحدك. لست وحدك. إن شاء الله راح تكون من 23 إلى 27 في الأفينيوز، وراح يكون في توعية لأولياء الأمور ولكل الحضور اللي راح يزورونا. أعتقد عندنا فيديو. صح، هذا راح نحكي عنه. عندنا فيديو عن حملتنا. عن حملة. أنت لست وحدك. آسف أم أحمد، لا بس عشان هذا الجزئية، أنت لست وحدك. أي نعم. عندكم رقم، عندكم احصائيه طبعاً. يعني احنا بالكويت ايش كثر عندنا ناس تعاني من هذا الخلل او هذا الاختلال؟ لا، مثل ما قلت لك قبل شوي، الارقام اللي استعنت انا فيها هي ارقام عالميه، لكن ان شاء الله احنا عندنا الان قريبا عندنا احصاء كويتي راح تقوم فيه الجمعيه الكويتيه لاختلافات تعلم كالد بالتعاون مع الصندوق العربي للتنميه لمعرفه الارقام اللي نتوقع أنها تكون موجودة. إحصائية، دراسة مسحية، هي ليست إحصاء، هي دراسة مسحية عشان اللي يسمونه سكرينينج تيست، نعرف تقريبا شنو الأرقام اللي متوقعة عندنا في دولة الكويت. وراح تدخل المشروع، راح يدخل مدارس التعليم العام بالتعاون مع وزارة التربية طبعا عشان نعرف إيش كثر عندنا أعداد متوقعة. هؤلاء الأشخاص نوجههم إلى مراكز تشخيص، لأن مو إحنا اللي نشخص ولا الاستبانة تشخص، مجرد تعطيك إنديكيشن منه إذا هذا كان الطالب عنده فرصة أنه يكون عنده اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط، ننصح الأسرة أنها تروح تشخص وتعرف. التشخيص مفيد لأنه يعطيهم حتى خطة شلون تتعاملون مع هذا الاضطراب. صحيح. حتى يتفادون مشاكل تفاقم كبير بالمستقبل راح يأثر على حياة أبنائهم. أخذين على عاتقكم الحملة التوعوية هذه اللي بالأفينيوز قلتيها أستاذة أمال؟ إيه نعم. عندنا لقطات نشوفها وإحنا نتكلم، تشرحين لنا أستاذة أمال على اللقطات اللي بنشوفها، وهل هناك تفاعل مع الناس مثلا؟ يعني صار في معرفة نوعا ما، قاموا يجون التوعية، تحسينها أفضل من بداية ما بلشتوا مع كال؟ شوفي، إحنا عملنا اختغادة في الجمعية عمل مؤسسي، إحنا نتبع خطة خمسية تسير على 4 محاور رئيسية، وكلها صممت بشكل تخدم عملنا التطوعي وتخدم القضية اللي إحنا يعني ندافع عنها. أول شيء نبدأ بالتوعية، التوعية إحنا ننتشر فيها لكل مدارس الكويت، نركز على توزيع إصدارات تعلم ولي الأمر وتعلم المعلم، لأن معلمين يحتاجون يعرفون. صح. هم الطفل يقضي 12 ساعة بالمدرسة، فضروري أنه أو 12 سنة من عمره يقضيها داخل الفصل الدراسي، فمهم من المعلم يعرف شلون يتعامل مع المشكلة، ولي الأمر نوعي شلون يتعامل مع المشكلة. بالإضافة إلى أن إحنا نقيم أيضا مؤتمرات أيضا فيها توعية لولي الأمر، ملتقيات سنوية لولي الأمر، في الغالب تكون في القضايا اللي ولي الأمر يحب ناخذ السبيان منهم في نهاية كل ملتقى، ونشوف القضية اللي تقلقهم أكثر شيء نحاول نسلط الضوء عليها في المؤتمر القادم. في تقبل من المجتمع؟ في تقبل يعني من خلال هالحملات التوعية؟ قاعدين نشعر أن في تطور كبير وفي تقبل أكبر، لكن لا زال في عندنا شوية وصمة مجتمعية. أي شوية وصمة مجتمعية. إحنا في هذه يعني في خلال 16 سنة يعني أنا أفتخر ويسعدني أن أقول أن كالد قدرت تعمل فرق في موضوع التوعية بهذا الاضطراب. أول يعني مثلا سنوات كنت تشوفين أم تبكي وترجف. صح. ما أدري إيش في وليدي. صح. الآن أنا يدخلون علي ولي أمر وأم يهبلون شباب، احنا ندري، يقولوا لي احنا ندري ان ولدنا عنده ADHD، بس احنا نحب تقولوا لنا شنو المدرسة اللي ممكن تقدم لبرنامج يخدم احتياجاته. داشين وبتسمين وواثقين من نفسهم، مو خايفين. هذا يشعرك ان فعلا اللي صار 16 سنة بدأ يعمل فرق. صح. الناس بدأت تزيد ثقتها بنفسها وفي أبنائها. مبارك اللي قاعد تقولينه وايد مهم. تقولي حتى أولياء الأمور قام يسألون إذا هناك في أماكن أو مراكز أو مدارس تقدر تحتوي هذا النوع. إي نعم. أنت كخبيرة في هذا الجانب يعني تنشدين تنصحين أن يكون في مثلا مدارس خاصة لهم أو لا خلوهم يحتكون مع المجتمع؟ لا، هل في مراكز لهم خاصة؟ مدارس خاصة لهم هذا مو موجود بأي دولة بالعالم، بس موجود عندنا في الكويت وبعض الدول في الخليج، اللي تضع الأشخاص من عندهم اختلافات في التعلم تضعهم في مدارس منعزلة.
هذا يعتبر نوع من أنواع الأزل. والاتفاقيات الدولية أكدت في مادة 24 اللي وقعت عليها دولة الكويت، أكدت على أهمية الدمج التعليمي، أن الطالب يجب أن يندمج. طبعا إحنا نعرف أن هناك إعاقات لا ليس بالإمكان دمجها، لكن الطالب اللي عنده اختلافات في التعلم حقه أن يذهب إلى المدرسة القريبة من بيته، يركب السيارة مع أخوانه ويدخل الفصل وتوجد مدرسة مساعدة بالفصل تقدم له الخدمة اللي هو يحتاجها. أعتقد أنتم بعد هم تسوون تدريبات للمعلمين والمعلمات علشان يعرفون يتعاونون طبعًا مع طبعًا هالأطفال طبعًا. كلميني عن هالتدريبات. إحنا نقدم دعم لكل أضلاع العملية التربوية، للطالب وللمعلم ولولي الأمر. بالنسبة للمعلم، إحنا قدمنا أول جائزة من نوعها في العالم العربي اللي تكرم المعلم التربية الخاصة، وصار لها ما شاء الله سنوات والإقبال عليها كبير، وكل مالها في تطور. أيضا إحنا قدمنا لوزارة التربية مشروع لتدريب المعلمين. ضروري معلمين في التعليم العام، التعليم الخاص إلى حد ما، خاصة المدارس الاحتياجات الخاصة لديها معلمين يعرفون التعامل مع الطالب اللي عنده اختلافات في التعلم. احنا نتمنى ان يوم من الايام مدارسنا التعليم العام تستقبل الطالب اللي عنده اختلافات في التعلم ويدرس في نفس الفصل مع اخوانه وزملاء. يعني واحنا قاعدين نتكلم عن نفس الموضوع، الكوتش بغايب من قطر، نعم، يقول شلون نقدر نفرق مبارك بين صعوبة التعلم والتأخر الدراسي وبطء التعلم؟ هذا يعني جواب جدا بسيط وواضح جدا. صعوبات التعلم، أشخاص عندهم ذكاء متوسط وما فوق المتوسط. ممتاز. اختبار الذكاء إذا ثبت أن هذا الطالب لديه ذكاء أقل من المتوسط فهو ليس طالب صعوبات التعلم، يا أما تأخر دراسي أو بطء تعلم. الاختبار الآي كيو اللي يوضح لكن نعيد ونقول الاختبار للتشخيص لا يجب أن يقتصر فقط على اختبار الذكاء. الذكاء جانب واحد وجزء بسيط من عملية التشخيص. في اختبارات متعددة، اختبارات نفسية، اختبارات تربوية، كلها يجب أن تدخل في عملية التشخيص إذا أنا بنقول إحنا قادرين نقدم تشخيص صح ومتكامل عشان هذا الطالب. تدرين ليش يختلط الموضوع أستاذة آمال؟ لأن الأطفال بعمر مثلا من 7 إلى 10 هم أصلا شد بلالهم مهملين. ما له خلق يدرس، ما له خلق يمتحن، رافض المدرسة خير شر، وهذا طبيعي. يصير لبس عند ولي الأمر، يقول لك يعني على الحين هذا فيه ولا هذا طبيعي وهو كذي ولدي انا، فتصير حيره في الفيديو. حقه يصير عندك لبس انت حلو. طول ما عندك حيره الجا للتشخيص، حطها براس عالم واطلع سالم. برافو عليك. ما في داعي انت تفتي ولا تخلي بيت يرانكم، ولا تقول حماتي قالت لي ان ولدك ما في شيء لا تودينا. لا، خذي المعلومه من الناس المتخصصه. شنو يكلف انت يعني تروح للتشخيص وتعرف ان ابنك ما في شيء، او في عنده صعوبه تعلم بسيطه، او عنده اضطراب تشتت انتباه وفرط نشاط، ويعطي خطه تتعامل وياه، افضل مليون مره من انك تهمل ابنك وتخليه قاعد بالبيت والنتائج اخطر. احنا طول عمرنا نتكلم عن الجانب الايجابي من صعوبات من 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 اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط، واحنا كمجتمع مدني دورنا ان ايضا نحذر وننبه ان هذا الاضطراب ليس بالاضطراب السهل، اضطراب خطر، خاصه اذا لم يلقى الانتباه ولم يلقى الدعم من سن مبكره، قادر انه يقود الشخص الى لا سمح الله الصدام مع لأن قلنا قبل شوي وما يتقبل التعليمات ولا يتبع التعليمات، يصير عنده في بعض الحالات شديدة ممكن يكون عنده رفض للسلطة، رفض لوصاية ولي الأمر، فيدخل في صدام معهم. ممكن أيضا يكون عنده مشاكل سلوكية، ممكن أيضا يصير عنده يسمونها تندنسي باللغة الإنجليزية، عنده يعني حرص أو اهتمام على الإدمان، إدمان بأنواعه. عشان شيء لأولياء الأمور أنا أقول لهم أنتوا تخافون من الدواء، إنه يدمن الدواء، هو يمكن إذا ما أخذ الدواء
اللي باستشارة الدكتور ومراقبتك يا ولي الأمر في سن مبكرة ممكن يلجأ بعدين للإدمان، لأنه راح يصير عنده فضول أنه طبعًا يجرب أشياء مختلفة طبعًا، لأنه هو أصلا يعني أكتف وايد ويبي يتعرف على أشياء وايد وبيسوي تحسين شخصية خبصة طبعا. والمدارس ما تتحمل ببساطة، أول من ينطرد من المدرسة هذا الطالب على الرغم من ذكائه، على الرغم من أنه عنده قدرة على الإبداع وقدرة على الابتكار. مبارك يعني قبل الختام أنا استأذنك سعود، بس أنا واصل لي مسج من ولي أمر وصديق انقال أبو يوسف، يقول لي أبو طلال اسأل العزيزة والغالي السادة آمال، أنا ولدي عندي 2 توم بالمدرسة ما يدري هل هو هذا نفس اللي قاعد تتفضلين فيه، يقول ما يقعدون راحة والمدرسة تشكي منهم هم توم المرحلة الابتدائية، يا يبطلون جناط زملائهم ويأكلون أكلهم، يا يروحون إلى مكاتب المدرسين ويشققون دفاترهم، واسم الله عليهم بين وقت ووقت ما يلقون حتى في صفوفهم كله اطردي وراهم. هل هم يعني يقولك يعانون بذات الأمر هذا الاضطراب هذا؟ شفت يبون الحلول السريعة ولي الأمر، يبي الحل السريع، يبي أقصر الطرق، هذا موضوع مصيري يحدد مصير أبنائك. ما يجب أنت تأخذ استشارة باحترامنا لولي الأمر استشارة على التلفزيون، أنت يجب أن تلجأ للمختصين اللي يعلمونك، هم يبون يريحون ضميرهم يقولون سوينا، مو هذا التسواية. رحلة عمر تحتاج منك أنك تقاتل علشان ابنك في العناية فيه هو صغير، وتطالب بحقوقه يروح للمختصين. من المختصين؟ الكويت متروسة مراكز خاصة ومتروسة أيضا مراكز عامة، مستشفى الطب التطوري هذا تابع لوزارة الصحة، تابع لوزارة الصحة، مستشفى البنك الوطني يشخصون مجاني. بس ما يوكم أنت ومبارك بالجمعية ما يوم؟ لا طبعا أهلا وسهلا، إحنا الجمعية مفتوحة أبوابها، إحنا يوميا ترى عندنا أولياء أمور. ممتاز، هذا تفحصون إذا تحطون، إذا المخرج يحط www.cald.kuwait.com يدشون الويب سايت مالنا ويأخذون كونتاكت مالنا ويون الجمعية أهلا وسهلا فيهم، إحنا نرشدهم وين يروحون. لكن إذا بيهمل الموضوع ابنه ممكن يتعرض لمشاكل كبيرة مستقبلا، أو أولاده إذا هم عنده أولاد 2 ويحصل على جواب يعرف شلون يتعامل مع الموضوع. موضوع أكبر من أنه يهمل. دكتور الدكاترة المختصين في العالم في هذا الاضطراب، دكتور راسل باركلي، دكتور توماس براون، عيزة، وحتى الصراخ يصرخون بالمؤتمرات، والله المؤتمرات اللي حضرناها بأمريكا يقولون إلى متى تعرفون خطورة هذا الاضطراب. دكتور راسل باركلي قال خطر ADHD على الشباب يعادل خطر مرض السكر ومرض الضغط ومرض الاكتئاب مجتمعين. إذا ما أنقذتوا أبنائكم من الآن ممكن يدخلون مشاكل كبيرة يضرون أنفسهم ويضرون الآخرين إذا أنت ما تعاملت في الحالات الشديدة. طبعا إحنا ما نتكلم عن كل الحالات. طيب لأن إحنا في أواخر الدقائق، هل هو يورث؟ أنت قلتي إنه جيني، فهل معناته أن كل الأسرة مصابة فيه؟ لا مو بالضرورة، مو بالضرورة، بس هو جيني يعني وأصوله ترجع حتى لتاسع جد، يعني مو شيء ينولد اليوم، لكن هو موجود مع الإنسان، مو بالضرورة كل الأسرة يكون فيها. احتمالية أن أبناء أيضا يصابون هذه قائمة. أي نعم، هذا الشيء طبعا وارد، لذلك الانتباه والمعرفة. أنا شوف اختي غادة، إحنا كمجتمع مدني سوينا جهد على سنوات طويلة، وإحنا نحث ولي الأمر ونتكلم في موضوع التوعية، وتكلمنا في موضوع التدريب، تدريب المعلمين بالإضافة إلى دعم أولياء الأمور ودعم المعلم أيضا، وأيضا في عملية التطوير إحنا نزور المؤتمرات العالمية ونحاول نجيب إلى الكويت آخر ما توصل له العلم الحديث. لكن كل هالجهد اللي يسويه المجتمع المدني لازم نعترف ونفهم أن المجتمع المدني يوصل لشريحة صغيرة من المجتمع، يوصل فائدة عملنا وجهدنا توصل لمجموعة قليلة من المدارس، مو كل مدارس الكويت. إحنا لا نملك الأدوات اللي تملكها السلطة التنفيذية، هم اللي قادرين على أنهم يوصلون أهداف ورؤية ومبادئ والقتال اللي قاتل المجتمع المدني يوصلون إلى كل إنسان عايش على هذه الأرض، لأنهم يملكون كل مثل ما قلت لك الأدوات اللي يوصل لها المعلم، اللي يتواصلون مع إدارات المدارس، يتواصلون مع الناس، تتواصلون مع وزارة الصحة. المفروض مثلاً تكون خطة، يعني الكويت في أمس الحاجة الآن إلى خطة وطنية
تنقل رؤية المجتمع المدني حتى تكون عامة وتقدر تحقق التطوير النوعي اللي احنا نطمح فيه في دولة. استأذنك مبارك، هي رسالة من برنامج لالي الكويت لإخواننا في وزارة الصحة مثل ما قالت غادة، لإخواننا أيضا المشرعين في مجلس الأمة، الأخذ بعين الاعتبار وعلى عاتقهم مثل هذا الموضوع المهم والحيوي، لا نستصغر السالفة أو حتى لا نضخمها، لكن الموضوع يراد منه تسليط الضوء والاهتمام والاحتواء والوصول لأكبر شريحة أكيد. ممكنة. قبل أن أشكرك حابة تقولين كلمة أخيرة؟ إيه نعم، أنا عندي كلمة وايد يعني مهمة، كوني أنا أم وعشت مع هذا الاضطراب طول حياتي، أحب أقول لأولياء الأمور مهما سويتوا من جهد وتعبت وعشت، وأنا ألتقي يوميا بأولياء أمور يمرون في هذه التجربة اللي فيها تحديات كثيرة، فيها أيام حلوة وجميلة ما ننكر، لكن فيها تحديات شديدة صعبة. مهما سويتوا من جهد وقاتلت عشان تساعدون أبنائكم، يجب أن تعرفون أن المستقبل ليس بيديكم، اشتغلوا سووا كل ما تقدرون عليه، ممكن النتائج تطلع مثل ما أنتم تتمنون، لكن ممكن نتائج ما تطلع مثل ما تتمنون. المستقبل بيد الله سبحانه، نعم بالله. وما تدروا اللي الله كاتب على عيالكم يبي يصير، مو كل شيء بإيدكم. نعم. يجب أن لا تلومون أنفسكم ولا تضغطون أنفسكم أكثر من كذي ولا تقسون على أنفسكم، ارحموا أنفسكم وقولوا الحمد لله سوينا اللي نقدر عليه والباقي ما هو بيدينا. أنت قواك الله، والله يبارك في جهدك وفي صحتك وفي عملك وعلمك. مشكورة الأستاذة القديرة والعزيزة أمال السير على وجودك المحبب دائما في ليالي الكويت. شكرا جزيلا. شكرا لكم على الاستضافة. وين بنروح الحين؟ ايش رايك بالتصوير الفوتوغرافي؟ عندك حل موهبة ولا ما عندك؟ انا حتى سيلفي مو هذا، بس عندنا منجزة. اي عندنا مصورة عالمية، هيا بنا الى هيا. بعد الفاصل.